تجربة هي الأكبر من نوعها لتحسين إدارة كوارث الزلازل في اليابان، أجراها باحثون في معهد البحوث الوطني لعلوم الأرض ومنع الكوارث في مدينة ميكي. لقد عرض الباحثون مبنى يبلغ ارتفاعه نحو 27 مترا ونصف المتر لزلزال يحاكي بقوته زلزال كوبي الذي قدر بسبع درجات وثلاثة أعشار الدرجة حسب مقياس ريختر. وصمد المبنى باستثناء أضرار طفيفة تركزت معظمها في الطابق الرابع. هناك مبان كثيرة صغيرة ومتوسطة الحجم في اليابان مبنية من الإسمنت في المناطق المدنية، وأردنا من هذه التجربة تحسين مقاومة مثل هذه المباني للزلازل. استخدم الباحثون في التجربة قاعدة اهتزاز مساحتها 300 متر مربع لتحمل ثقل المبنى الذي بلغت زينته 1000 طن. ويقول الباحثون إن الحطام والتصدعات تركزت عند التقاء أعمدة المبنى بالعوارض الداعمة للأرضيات، وهم يرون أن نتيجة التجربة مهمة لمعرفة سبب انهيار المباني وتحسين تقنيات البناء. أجريت المحاكاة في منشأة للتجارب الثلاثية الأبعاد قرب مدينة كوبي، ويشدد الباحثون على أهمية اتخاذ إجراءات وقاية في المؤسسات العامة استعدادا لأي زلزال قد يقع على غرار زلزال كوبي الذي راح ضحيته أكثر من 6000 شخص.